أفاد مراسل الإخبارية في الرباط أن عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان تدخل مراحلها الأخيرة، مؤكدا أن مرحلة الحفر الحالية تتم بحذر خوفا على صحة الطفل ريان. وتتواصل في شمال المغرب عملية إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر عميق لليوم الرابع على التوالي، حيث أصبحت فرق الإنقاذ المغربية على بعد أقل من مترين من ريان، فيما تم تجهيز مروحية لنقل الطفل إلى المستشفى فور خروجه من البئر. للحديث مشاهدينا ينضم معنا هاتفيا أستاذ الجيومورفولوجيا بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد الطلسان. حياك الله أستاذ محمد معنا في قناة الإخبارية. يعني أستاذ محمد، العالم كله يتابع قضية الطفل ريان، أنت كيف تتابع عملية إخراج الطفل ومدى يعني صعوبة وتأخير خروجه بسبب التربة أيضا؟ صحيح، على أي حال نتمنى خالصين أن تتم العملية إن شاء الله بكل نجاح في الساعات القادمة المقبلة إن شاء الله، باعتبار أن الآن خبراء مغاربة وخبراء مغاربة أصيلون من جنوب المغرب من مناطق الخطارات أو الفجارات عندكم يعرفون كيف يحفرون أنفاق أفقيا في الصخور الصلبة، وأحدهم تمكن الآن من حفر حوالي 4 أمتار وقد تجاوزوا 4 إلى 5 4.5 متر، لم تظل هناك إلا تقريبا متر ونصف فقط للوصول إلى إن شاء الله إلى طفلنا ريان سالما إن شاء الله ونخرج بخير. يعني تبقى حتى الآن متر ونصف على الوصول إلى ريان قريبا، يعني أنا قبل الساعة كانت هناك حوالي 1.80 متر، الآن أظن بأنهم لمن يحفرون بحذر شديد اقتربوا منهم أولا، ثم ثانيا في بنية صخورها متحولة من النضيد المتحول الشيست فيه بعض الدكات الكوات الزيتية السيليسية الصلبة جدا، هذه التي أعقت في آخر المطاف، وبالتالي هم يحاولون قدر المستطاع أن يصلوا إليه بكل سلام، بما خصوصا أنهم تجاوزوا محط الخطر وهي المواد المحمرة التي تشرف على الخندق لأنها هي التي يمكن أن تتحرك، أما في البنية الجيولوجية الثابتة فيبدو الأمر أنه هينون، فقط يبقى الأمر مرتبط بآليات التي يحفرون بها لأنها آليات يدوية بامتياز كبير، هو استعمال يعني أنفاق حديدية أو أنابيب حديدية كما ترون في الصورة عندكم أكيد، وبالتالي العملية تسير في خطى طيبة، خصوصا وهذه ألح عليه كثيرا أنه لحسن حظي لست أدري ورب صدفة خير من أن أننا نعيش سنة جافة، لو كانت هناك أمطار مثل السنة الماضية لكان الأمر خطير جدا، لأن المنطقة اللي فيها البئر التي سقط فيها الطفل ريان منطقة رطبة جدا. طيب في هذه الأيام أستاذ محمد، هل في هذه الأيام عادة يكون هناك توقع لهطول أمطار؟ أكيد أكيد، لا هذا وقت الأمطار بالضبط، ولهذا الحمد لله نتمنى صادقا أن ندوز الأيام، لأنه ابتداء من يوم 11 على يوم 12 ستسقط الأمطار، نتمنى ان ننجحوا في عمليه الانقاذ ان شاء الله باذن الله، والكل ينتظرون. انا اتابع على مستوى الاعلام الوطني الداخلي والدولي والعربي بالخصوص، واشكر جميع يعني شعوبنا العربي والاسلامي التي تتضامن معنا كثيرا في هذا المصاب الجلال الذي نتمنى ان نخرج منه ان شاء الله بكل يسر، وأن يعود طفلنا ريان إلى وضعه الطبيعي إن شاء الله تعالى. طيب بالطبع هو استنزف صحيا لأنه أكثر من 3 أيام وهو بدون ماء ولا أكل، فقد كانت معجزة، وهذا نتمنى أنه يكون طيب. ثم ثانيا أن في الحفرة التي سقط فيها بئر بدون ماء لحسن حظنا الماء غير موجود في ذلك البئر. طيب أستاذ محمد، أنا أختم معك بسؤال الآن، يعني وفق الظروف الحالية والتربة وما ما تم إجراءه وإنجازه، يعني هل بإذن الله متوقع أن يخرج خلال الساعات المقبلة يستطيعون إخراج الطفل؟ أكيد إن شاء الله، الأمر يبدو هين، مررنا من الحرج الأولى اللي هي 4 أمتار تم حفرها بسلام، لم تظل إلا أقل من مترين، ويبدو أن الأمر غادي يمشي بامتياز كبير ما دام عندنا هناك من حفر ما يسمى بأبي علي حوسة ومن جنوب المغرب خبير في حفر الأنفاق الأفقية لجلب البنية الجوفية، وفي نفس البنية التي هي موجودة في الجنوب المغربي أيضا، إذن عنده خبرة تامة إن شاء الله. بالطبع
بمراقبة تقنيين وخبراء وجيوفيزيائيين مغاربة أكفاء بالطبع، هذا سيسر الأمر إن شاء الله الرحمن الرحيم إن شاء الله إن شاء الله. نتمنى كل الخير إن شاء الله بإذن كل الله تفاؤل. تعالى نتمنى أن طفلنا يكون في صحة جيدة فقط. نعم. المشكل ولود الصحي لطفلنا الذي لم يتناول لا ماء ولا أكل لمدة أكثر من 3 أيام. وكان هناك تجهيز طبعا لمروحية لنقله مباشرة. أكيد لا لا لا، الجانب الصحي الآن متوفر، وهناك مروحية مجهزة بآلية صحية جد متقدمة من أجل إنقاذ طفلنا ووضعه في تحت العناية المركزة إن شاء الله لاسترجاع عافيته إن شاء الله في قريب من الأيام المقبلة إن شاء الله. والأكيد أنكم ستتصلون به إن شاء الله حيا يصدق، وقد يخبركم بما عاشه من فترات ضيقة، حتى أنه ربما لست أدري إن كان في كامل وعيه أو قد فقد وعيه. يبدو أستاذ محمد أن المنطقة التي سقط فيها ريان أن هناك عدد من الآبار أيضا منتشرة في المنطقة نفسها في شفشاون. أكيد المشكلة مطروح. أنا كان هناك كلام حول من المسؤول على هذه المشاكل، في الواقع أنا كنقول باش نكونوا صادقين أن المسؤول يتحملها السكان المحليون، ومن حفر تلك البئرة وتركها عن هوانها مفتوحة مدى يزيد عن 20 سنة، وهي قريبة من سكان من مساكنهم، ويمر إلى جانبها أطفال وشيوخ وحيوانات وغيرها. كيف يعقل أن لا تضع على غطاء أو ربما صورا يجعلنا نستشعر خطرا من خلالها؟ نعم. ثم تركنا عن هوانها تسقط فيك الطفل. هذا قدر الله، نتمنى أن يخرج منه سليما بإذن الله. شكرا جزيلا لك. نعم بإذن الله نفرح بهذا الخبر. وأشكرك أستاذ الجيومرفولوجيا بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد الطيلسان على هذه المشاركة معنا.